شباب، ايه الاخبار؟ النهارده فلوج الدهب، يعني كل حاجه هتكون عن الدهب. هوريكم كميه دهب، يعني الدهب ده يعني هوريكم سفايف، يعني حاجات ب 10 مليون دولار، حاجات ب 5 مليون دولار، ب 6 مليون دولار، حاجات يعني خفيفه تجيبها لخطيبتك وانت نازل من الاجازه ان شاء الله. يعني بقول لك ايه، تعالى نبدا على طول. المكان اللي انا فيه ده اسمه سوق الذهب، وطبعا المكان ده مخصص لمحلات الذهب بس، يعني الذهب والماس كمان، يعني مش الذهب بس. وطبعا لما تعرفهم ان في محلات كتير جنب بعضها بتبيع نفس الحاجه، فالاسعار بتكون نوعا ما معقوله عن انك تاخد ذهب مثلا من محل خارجي او محل في مناطق تانية في دبي، لان في افرع تانية برضو موجوده في دبي بس في اماكن مختلفه وبتكون فردانيه، يعني محل لوحده مثلا. انما المنطقه دي كل المحلات متجمعه هنا خاصه بالذهب والماس. للناس اللي مقيمه في دبي ولسه ما يعرفوش مكان سوق الذهب فين، ممكن تاخد مترو اللي رايح سنتر بوينت وبتغير المحطه وبتاخد الخط الاخضر وبعدين بتروح محطه سوق الذهب وبتمشي شويه لحد ما توصل لسوق الذهب، هو مش بعيد يعني عن محطه المترو. زي ما هتشوفوا هنا هتلاقوا الذهب معمول باشكال مختلفه وكتيره جدا هنا، يعني لو بصيت هنا مثلا كل حاجه هنا ذهب، حتى الشمبر بتاع النضاره اللي موجوده هنا ذهب. كل ده معمول من الذهب خالص، حتى برضو في احذيه هتلاقوا معمول منها جزء كده من الذهب برضو. الحذاء موجود تحت، هو الذهب موجود فيه. تلاقوا فساتين وسديري ما شاء الله، يعني كل اقدر اقوله ما شاء الله، ربنا يرزقه جميعا بالذهب يا رب. اللي انا بصوره لكم ده دلوقتي كله من الباترينات من بره، لكن في محل هدخله حالا ومتقسم لاقسام كده هوريها لكم. الاقسام دي مثلا بتبقى عباره عن خواتم، جوايش، سلاسل، دي الحاجات اللي انا متاكد منها وعارف اساميها كويس، لكن طبعا يعني امهاتنا واخواتنا البنات اكيد عارفين حاجات تانية. يعني مثلا في حاجات بتبقى شبه الانسيال كده، انا ممكن اسميها انسيال لكن هي مش انسيال، انتوا يمكن تكونوا عارفينها باسم تاني. وانا بشرح لكم داخل المحل ده، يا ريت لو انا قلت حاجه غلط او انا مش عارفها اكتبها لي تحت في التعليقات، لان طبعا انا عارف ان في موضوع الذهب ده يعني اخواتنا البنات وامهاتنا شاطرين جدا في الموضوع ده. يمكن انتوا هتعتقدوا عشان الانوار منوره ورا مني يبقى الدنيا ضلمه هنا، لا انا مصور بالنهار بس المكان متغطي هنا، فبالتالي المحلات بتلاقيها فاتحه الانوار كلها، حتى الانوار كمان لما بتنزل على الذهب بتديله يعني بريق اكتر فبيبان ان شكله اجمل برضه. دلوقتي بقى احنا دخلنا المحل، كل شغال فيه يعني اخوه من اليمن ومقسمينه الاقسام، يعني اللي قدامكم ده حزام معمول كله من الذهب زي ما انتم شايفين، او اشكال مختلفه عن الثانيه، الاثنين اللي جوه شبه بعض بس المقاسات حتى مختلفه ما تلاقوهمش زي بعض. هنا بقى اللي هي الايات القرانيه اللي بتتحط على السلسله، كلامي صح ولا اسمها ايه؟ دي برضو اشكال تانية بتتحط في السلسلة زي ما انتم شايفين كده، او كل دي اشكال اللي هي بتتعلق على السلسلة. يا ترى اسمها ايه الاشكال دي، او بتسموها ايه القطعة دي؟ دي بقى جوايش، انا عارف متأكد ان دول جوايش، كمان شايفين برضو جوايش كلها اشكال والوان مختلفة. ده بقى الانسيال صح؟
في مصر بنسميه الانسيال. انتوا بلدكم بتسميه، كل واحد يقول لي في بلده بيسمي الانسيال ده ايه؟ اسوره او اسوره انسيال؟ لا انا مش عارف بصراحه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات تحت. ده بقى العقد صح؟ ده بقى قطقم، بتبقى عبارة عن عقد وويشة وحلق وتقريبا خاتم موجود في النص. دي برضو قطقم، القطقم ده بتبقى عبارة عن سلسلة وحلق وخاتم. لما بقول حلقة اقصد بيه جوز يعني. اه عجبتني قوي التماثيل دي، هي بصراحة مش تماثيل بس، ده اسورة كمان. كمان شايفين الاسورة، انا كنت فاكرها تماثيل بس. تعالى بقى ما نعمل زوم على الحلقان دول، باين عليهم ان هم تقال قوي، يعني اللي هتلبسهم ده هتلبسهم ازاي؟ باين عليهم فعلا ان هم تقال، حجمهم كبير. معرفش ليه انا حاسس ان الفيديو ده هيكون حريمي اكتر، يعني معظم الحريم هيتفرجوا على الفيديو ده، او معظم البنات هيتفرجوا على الفيديو ده. ربنا يستر وما يكونش سبب فشكلة خطوبة حد بسبب الذهب اللي انتوا شايفينه ده. عايز اسالكوا سؤال بقى، بس اكتبه لي في اخر الفيديو على ما تتفرجوا على كل حاجة. عايزكوا ترد عليا في السؤال ده، هو سؤال ودي يعني. فكركم مين اللي معاه ذهب اكتر، الفراعنة ولا هنا في الامارات دلوقتي؟ لان انا بالنسبة لنا كمية الذهب دي يعني كبيرة جدا. كبيرة جدا جدا يعني. انا كنت حاولت يعني، طلبت الناس اللي في المحل بتاع الذهب ده يصوروا معايا، بس للاسف كانوا محرجين جدا من الكاميرا، وكمان لان انا ما كانش معايا واحده. يعني عاده لما حد من اليوتيوب بيروح يصور هناك بيكون معاه واحده بيلبسوها وبيظبطوها وبيتكلموا بقى على الاسعار كام، انما يكون انا كنت لوحدي فما فيش حد وافق ان هو يتكلم معايا او اتحرجوا ان هم يكلموا معايا. بس يعني سمحوا لي ان انا اصور داخل المكان عادي يعني، وانا بشكرهم على كده بصراحه. طب انا عايز اسال سؤال، يعني افرضي ربنا قدرك او ربنا قدر حد ان هو يجيب لك الفستان اللي فوق ده مثلا، يعني هتلبسيه ازاي يعني؟ يعني بامانه يعني، يعني هتوافق ان انت تلبسيه الذهب ده مثلا وتروح بيه مثلا فرح او خروجه او حاجه زي كده؟ لا بجد يعني جاوبوني بجد تحت، عندكم استعداد ان انتوا تلبسوا حاجه بالحجم ده؟ هنا بقى نخش على شوية خواتم، انما بجد اشكالهم يعني فنان اللي عمل الاشكال دي، روعة روعة ما شاء الله. مين بقى شاف كميات ذهب زي ده قبل كده؟ رب يكون الجولة البسيطة دي عجبتكم، وما تنسوش بقى تعليقاتكم ولايكاتكم يعني واشتراكاتكم يعني دلعوا لي القناة. تعالى بقى اشوفكم بقى الفيديو الجاي، الفلوج الجاي، الحلقة الجاية، لسه معرفش هنعمل ايه. خدوا بالكم من نفسكم، السلام عليكم.